اسمه بالكامل؟ أنا اسمي نفيسة عبد الرحمن، نفيسة أي عبد الرحمن. أنا هنا في أويل، وأنا من أويل. المؤتمر بتاعنا دين كمالوان مع المسيرية، وعندنا ضيوف جو من أبياي. الهدف بتاعنا السنة الجديدة دايرين نخطو الحاجات الفات، السنة الفات الحاجات اللي كان عملناهم، حاجات دي في محله ولا ما في محله، وجونا شفناهم في حاجات طبقوهم وفي حاجات ما طبقوهم. وسنة جديدة احنا قاعدين فوقه اتكلمنا كمان لانه في الديات وقبلاو، وكمان اتكلمنا عن الأبقارو، يجوا نعملوا قاعدة بسيط ويجوا كمان نتكلموا ويا الأبقارو يجوا وقبلوا. وكمان لما الأبقارو كمان يرجعوا لازم نقعدوا أول نعملوا حبايين نتكلموا أول السلاطين الاثنين، وكمان مراحات بتاعهم يرجعوا. ده الكلام اللي قلناه وانتفقنا عليه وانتهينا. كمان في دينك نوع والمسيرية طبعا عجلوا اللي هنا ده انتماع بتاعهم يوم 22، بنقعد تاني وما نشوفوا الآن وقبل يتكلموا وقبلوا بعنوا هم بنتفقوا يوم 22 بتكلموا سوا وبطلعوا في الحقيقة، لأنه يعني أنا فترنا من المشاكل، البلد الفوق مشاكل ما بمشي قدام، ما فوق تنمية، والبلد ما فوق مشاكل تنمية زي ما أبقارهم بيجي، وأنا هنا بنمشي هناك هم كمان بيجي ونمشي هناك يجيبوا بضاعة وتاهم يبيعهم بالعافية. وكمان اتكلمنا قلنا يعملوا ميدان كورة للشفاعة عشان كمان الزحج والفتر ولا أي زول ما داير التاني يبقى ما في بينه.